أهلا وسهلا ومرحبا بكم على قناتنا الإخبارية الحياة. ندعوكم للاشتراك وتفعيل الجرس ولايك للفيديو ليصلكم الجديد والحصري. اعتبر الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان اليوم الجمعة 15 من أكتوبر 2021 أن هناك محاولات لإلصاق تخفيض الترقيم السيادي لتونس إلى جيم بقرارات 25، مؤكداً أن ذلك يعد مغالطة كبرى وأن الوضع الاقتصادي في تونس كان في أسوأ حالاته قبل 25. وقال سعيدان في تصريح لإذاعة ديوان: الترقيم السيادي هو تقييم لقدرة أي بلد على الالتزام بالتزاماته المالية الخارجية، أي قدرته على تسديد الديون الخارجية، وقد تمت مراجعة التصنيف إلى الأسفل 10 مرات منذ 2011. ندعوكم لترك تفاعلاتكم وتعليقاتكم، وإلى اللقاء.